السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اسمع يا عم الحاج بقى الجديد، ايه اخبار الناس اللي اتفرجت على سيف زاهر امبارح وهو بيتكلم على كهربا؟ ما افتكرتوش حاجة الواد أسامة حسن قالها من اسبوعين ان هو هيتباع زي حسام عاشور، زي الحضري، زي حسام ابراهيم؟ هيتباع ويتباع فعلا، وهقول لكم ليه في الفيديو ده. طب جايب ايه تاني يا عم الحاج؟ جايب ايه تاني؟ عشان الناس دلوقتي ايه؟ يقول لك ايه؟ اسامه بيقول اخبار اي كلام. سبحان الله، ده ما كملش شهر وكل اللي بقوله بيحصل، كله فوق ال 30 مشي، ولسه الشناوي هيمشي. قال اللي بقوله، قال اللي قلت. خلي بالك في صفقتين سوبر، واحد رقم 8 ومساك نادي الزمالك كابتن خالد الغندور لو في اللجنه الفنيه طلع قالها. قلت كهربا هيتباع ومحدش هيقف عامل النادي الاهلي بعد ما ياخده كله عايزينه. حصل كلام سيف زاهر امبارح كده. جايب لنا ايه تاني بقى يا عم اسامه؟ موضوع تريزيجيه وامام عاشور، معقوله؟ وموضوع ايه تاني بقى؟ ستلنا طيروه. اسمع يا نجم بقى، بس قبل ما اتكلم في اي حاجه، ناس كتيره بعت لي بقى ما ترد يا عم على الناس اللي عماله تقول لك حرام الموبايلات، حرام الموبايلات، حرام الموبايلات. احب اقول لكم بس يا ناس يا جهله، لما انا كنت بلعب في النادي الاهلي انا مشيت سنه 98 99 عشان كتبت في مجله النادي الاهلي مثل الاعلى كابتن احمد رمزي. عادي، كان نجم كبير وانا زملكاوي. المدرب بتاعي الكبير العظيم عرف، خدت في اوضه اللبس وقعد يقول لي كلام غير عادي، وكان يوصل لمرحله الضرب وهني جامد، فمشيت من النادي الاهلي. سنه 98 99 كان شايل موبايل كابتن صالح سليم الله يرحمه، بس السلات بتاعه يعني. يا جهله، كان في حاجه اسمها بيجر يا جهله، جهله بيجر، عارفين البيجر؟ ده كان موجود سنه 98 99، ما كانش في موبايلات عشان اسرقها يا جهله. وبتوع شبرا الرجاله ما بيسرقوش، بيمسكوا الناس اللي بتسرق كده بيعلقوهم من لا مؤاخذه يعني، الرجاله بتاعت شبرا بيمسكوا الناس الحراميه بيعلقوهم. يا كهربا يا كهربا رحت فين يا كهربا؟ افتح الباب، سوق جوه الباب غريق. كابتن سيف زاهر امبارح قال لك النادي الاهلي مش طرف، بلغ كهربا انا متفق معاك يا عم كهربا ان انا مش طرف، ودبر انت الفلوس يا عم وحل مشكلتك مع نادي الزمالك. الله الله على الكلام الجميل ده، بشكر النادي الاهلي فعلا بجد، لان هو قال له كده، قال له كده، ما هو النادي الاهلي كده. حسام عاشور قال له ما تقولش، قال باع الحضري، ما فيش احتراف، باع حسام ابراهيم بره، طب ابو زيد بره، محمود صالح بره، ربيع ياسين بره، يعني ايه كهربا بالنسبه للاسامي دي؟ ولي لازمه يعني. فانا قلت من اسبوعين ان موضوع كهربا هيتوقف خلال 6 ايام، لا يدفع الغرامه، لا ياخد له في شهر 8 وقف او الحجز على ممتلكاته. حصل ادي يا اسامه، سمعني كده يا ياض، سمعني. حصل اه حصل، قلت كده والناس كلها تكدبني. الحمد لله كابتن سيف زاهر امبارح قال نفس الكلام. تريزيجيه اسس وامام عاشور بفضلوا بالاثنين، اه بفضلوا بالاثنين، بس تريزيجيه سعره عالي قوي. هل النادي الاهلي هيجيب تريزيجيه ب 4.5 مليون دولار اعاره سنه او 10 مليون دولار بيع؟ يبقى يفكك يا نجم. النجم الكبير اللي في نادي الاهلي اللي كان بتوسط لرجوع تريزيجيه قال لك بلح، تريزيجيه ادانا كلمه كده بلح مش جاي، والموضوع اتقفل تماما. امام عاشور قلت لكم لو انتوا رجاله مضوه وهشوف جميل الاهلي هتعمل فيكم ايه، عشان ده اهان كابتن صالح سليم الرمز، المبادئ اللي انتوا ماشيين عليها. عشان كده نفس الكلام اقرره نهار لما امام عاشور يقعد مع حد او يمضي، تعالوا لي بقى بتوع المبادئ انتوا بقى، تعالوا لي بقى كابتن صالح سليم بقى الله يرحمه، تعالوا لي بقى كده على جنب. سلطنة اشرب يا نجم، رموك يا حبيبي انت كمان. طاهر محمد طاهر فري، هيروح زد؟ لا يروح فين زد او اللهم صل على النبي النادي التاني اللي بفاوضه، خلينا في زد من النادي الاهلي اللي هو صلاه انا وفرحان وخد بطولات وقعد على الدكه. سبحان الله، دي الكوره دي ارزاق والله العظيم ارزاق، ما لعبش ماتشين على بعض في افريقيا وما لعبش ماتشين في الدوري، بقالك خد دوري وخد افريقيا سبحانك يا رب. وبيطلع مسمينه في النادي كابتن جه كابتن راح، دي شغلانته في النادي، كابتن الكابتن جه كابتن راح، اه راح زد، يلا يا عم مع السلامه، انت كمان مش فاضي لك، خلي اغنيه تنفعك. نخش بقى على نادي الزمالك. هو انت نادي اسس مش قلت في صفقتين جايين سوبر مع بن شرقي ان شاء الله، هو اللي هو خلص بنسبه 80%، واحد رقم 8 واحد مساك، اه قلت كده. مين اللي قال كده اسس بعديك؟ كابتن خالد الغندور طلع ردت كلامي من يومين وقال لك في فعلا اتنين لعيبه جايين، يبقى الحمد لله الاخبار اللي بنجيبها
لنادي الزمالك لان محتاجين فعلا الكلام ده، ومحتاجين برضه الاثنين اللعيبه بتوع النادي الاهلي اللي انا قلت عليهم لسه برضه هم مش فاهمين انا بقول على مين. قال لك حسين الشحات، والله العظيم ما فوضناه لكم اللي عايزينه. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، والله العظيم عايزينه وربنا ما كانوا في الحسبان اصلا اثنين. اصل حسين الشحات هيلعب مكان مين؟ هيلعب مكان شلبي ولا مكان زيزو ولا شيكابالا ولا بن شرقي؟ مستحيل يلعب على الاربعه دول، والله مستحيل. جيت مستحيل انسى، فاحنا مش عايزينه. احنا عايزين ورق واحد رقم 8، واحد مساك، باك رايت، باك ليفت، محتاجين دي. ولازم برضو نفس الكلام صفقات سوبر، عشان واحد من الناس مؤيد صفقات سوبر، مش ما فيهاش كلام، ما حد يفصلني يقول لي 60 دلوقتي كويس، احنا ماشيين كويس، اسوري كويس على عيني ولا راسي. لازم صفقات سوبر دوليه، ما فيهاش كلام، ما فيهاش فصال. ايه تاني بقى عم اسامه بقى؟ خد عندك عم اسامه. اسوريو طلع مجموعه كويسه من الناشئين، معتمد عليهم الفتره الجايه. ابتدى يدفع بيهم من 2001 ومن 2003. طب دول ايه بقى؟ ايه الخطه اللي كان عاملها دي؟ الخطه دي كان عاملها امير مع فيريرا، مدرب العبقري الكبير اللي ليه كل الاحترام. ده كان عامل خطه زي دي فيها ان هو يصعد اللعيبه واللعيبه تحترف ويبقى ليه نسبه بيع، والقام الرئيسي بتاعك يبقى من الناشئين، لان عندك ناشئين كويسين، عندك اثنين مساكين بتوع المنتخب ناشئين، عندك الباك رايت بتاع المنتخب، عندك الباك ليفت بتاع المنتخب، كلهم نادي الزمالك، عندك حمدي علاء لعيب صغير، لعيب كبير جدا، عندك موجود، عندك اسامه فيصل موجود، فانت عندك قوام رئيسي، عند سن 23 سنه قوام رئيسي بتاع نادي الزمالك 23 سنه، فدي خطه ماشيين عليها بشكل كويس قوي، وسوري ماشي عليها كويس قوي، ومشروع كويس قوي، ولازم دعم كبير ليه وكل الناس، لازم دعم ليه، لازم بعد اذنكم دعم لاسوري، لانه ممكن في اي ماتش يخطا، وممكن اتغلب عادي وارد، انما الراجل ده مصاحب فكر واتطبق وبسرعه شديده، واللعيبه اللي هي امكانياتها يعني في لعيبه برضه في الملعب امكانياتها مش لعيبه بطولات، اللي استجيب بالسرعه دي وارد اخسر، ما يلمش الدنيا بقى، والجماهير بتاعت الكارت الفقر تطلع تقطع فيه، وايه ده ومش ايه ده؟ لا ابوس ايديكم، مش عايزين نفرط في المدرب ده. كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه، استنوني بقى احلى فيديو الجاي، استنوني يا جماعه، اشوفكم على خير.